شكون دابا اللي غادي يعوضها؟ شكون غادي يعوضها؟ النشره الجويه ويلي ويلي ويلي، علاش لا؟ فين هي مكسله؟ بابجي ميرامار هادي صافي تدخل داركم راه طارق ديك الفوقيات. واللي اصدقاء اليوم جبعت لكم جميع الاحداث اللي طراو في هاد العاصفه هادي، جميع المدن. النصيحه اللي غادي نبغي نعطيكم، الا عندكم شي غلط في الدار سخروه، رقاق بحالي ما تخرجوهمش، راه يقدروا يطيروا. شجره طارت، اشنو تتسنى من واحد رقاق؟ والاصدقاء ما تنسوش شي لايك شي كومونتير، حيت بعض الناس هنايا مجليين كلشي كلشي ايموجي حزين، ايموجي حزين. شوفوا 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 صراحه لوطوروت ما خصهاش تخدم، خصهم يحبسوها. علاش مازالين تدخلوا في الفلوس؟ لماذا مازال تدخلوا في العلاقه والعاصفه قويه يعني؟ وصراحه الناس تاهم منهم لافوط. النشرات الجويه البارح علنوا على ان تجي عاصفه قويه، ولكن بلاد ما كانش يتسنى بحال هكا تقلبوا الطوموبيلات، ولكن عاصفه قويه. واش ما تتفهموش عاصفه قويه؟ تخيلوا معايا سماء ورديه زمرد كوكب الفتيات، وقال لك قال لك ويحسب صحيفه 100 يورو البريطانيه على ان بحال نهايه العالم. فقد تساءل سكان المدينه عن سبب هذا التغير الذي تبين انه بسبب الصعوبات الزراعيه المجاوره المستنشره المنتشره بكثره لاحد المصانع المسمات تانيت ايرت التي تستخدم بدائل الضوء الاصطناعي. هادشي اللي طارف بريطانيا، البعض تيقول على ان كثرت عندهم المثليه، واللي تيقول بحال هادشي هذا اما كالخ. هادشي هذا ما عندوش علاقه بالمثليه، هادشي ديال الطبيعه ما عندوش علاقه بداكشي ديال غضب الله، داكشي الله الا غضب علينا راه مشكله عواصف. بحال وحدين ناضو تيقولوا مثلا باش ضرب الزلزال تيقول لك غضب الله. هادشي هذا ماشي متعلم به غير الله. دونك بنادم بلا ما يبقى يزيد من راسو، بلا ما يبقى يزيد من راسو ويأول هذا غضب الله. شكون قالها لك؟ من قالها لك؟ هذا هو الدعاء. الله يا ربي يلطف بينا. شوفوا معايا هذا السوق، هذا مسكين غادي يتبلبل. شوفوا معايا تضحكوا والله، تضحكوا الناس والله. ما مسوقينش هو خل العاصفه شنو يفرقكم؟ شو صار معكم شباب؟ عذاب حبيبي العذاب، العذاب الشديد. شو صار معكم شباب؟ عذاب حبيبي العذاب، العذاب الشديد. شو ماشي ضحك؟ شو صار معكم شباب؟ خرج الزنقة تلقى راسك في القاهرة. شجرة ولي 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 نسيت شجرة طارت. ألو عليكم. الواقع واخا كاينه واحد المسافه اللي قليله وصغيره مناش يقدروا يدوزوا السيارات، ولكن كيف ما كتشاهدوا هذا الشارع يقدر يشكل خطر، حيت هاد الشجره تقدر لا قدر الله طيح على شي واحد في الموتور او لا. وشوفوا شو كليو كانت مسنطحه، شوفوا كليو كانت شحال مسنطحه، شوف دايزه دايزه وسط الشجره. ما خافش ديك النخله وتلقى يدك داخله بحال هكاك. دابا هذا علاش ما يمشيش يدخل لدارهم؟ وهذا الزوج هادو سبب هاد الجوج اللي دازو في الاول، وهاد مول الموطور ياك، وهاد الحاج، هاد الحاج داير فيها زعما ماشي يزقلش الصلاة. شتو ها هو، ها هو لابس فوقية. هذا شنو هذا؟ شنو هذا؟ صافي دخل لداركم راه طارق ديك الفوقيات ولي يلعبوا ولا صافي. زوبة عملية برتقالية بسالة في مدينتي، الله يحفظ ليا مدينتي تنبغيها وتنحماق عليها. يا ربي الله أكبر. ويلي 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 على سلا، ويلي على سلا، ويلي على سلا. فين هي مكسلا؟ فين هي مكسلا؟ ويلي ويلي بابجي ميرامار هادي. الله 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 الله. شفتو شافو ربي شي عطا شي حاجة خاي وفاقو فاقوا يا الناس، وفاقوا يا عباد الله، ربي تيقول هادشي هذا، وفاقوا، رجعوا للتقوى لله. إننا في متاهة، إننا في متاهة وما مسوقينش، ودابا بنادم يبقى يكتب الأدعية اللهم هادي، واللهم هادي، وموراها
غادي ينساو بحال شي حاجه ما كانت. والله دابا هادشي عند بنادم بحال طوندونس، والله بحال طوندونس، تيجي تجيب مثلا عاصفه تفاعل طن طن طن، من بعد يجي زلزال قبل، شو كيكون كي كان بنادم لي ستوري وي ويلا بينا. وسيرو دابا عندو، سيرو دابا عند دوك الناس اللي في الزلازل اللي ضربهم الزلزال وشوفوا حالتهم كيفاش داير. نسدو مع المنظمه مع دوك لي انفلونسور اللي دايرين فيها اباطيره، هذا هي الوقت الوقيته فين خصكم تمشيو تاو تشوفوهم عاوتاني. الله فين ايام كتلا، فين ايام كتلا. الله 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 على الشجيرة، الله الله على الشجيرة. شو شو هذا، شو هذا؟ لا واو هذا هبط من الطيارة بابجي ميرامار. شو هادشي؟ المهم شوفوا يا عباد الله، شوفوا شوفوا اسفي الصويره ديما هاد المدن هادو مساكن بيدي بيدي بيدي. شوفوا شوفوا واو 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 توارك توارك مشات ناخا وي هاد الطوموبيلات. ها علاش نقول لكم الطوموبيلات ما خصهمش يبقاو يخرجوهم على سبه جهير راح عنفجها داسيا هادي دوكا جمي سفيان. واحد جمي سفيان كان ساكن هنايا دابا صافي ما بقاش عايش مغرب. هادي كانت غادي تقتلو ديديكاس ليك خاي سفيان هيك. هادي كانت غادي تفني ديديكاس اسماعيل علوش تاهو الحومه ديما فاق عليا راسي على ديديكاسات. ديديكاس اسماعيل علوش تاهو هاد الطوموبيل هادي قلت لكم كانت غادي تقتل ليا جمي صاحبي تقلبات بيه هاك وكي ما طغالو والو طغال سفيان والو الحمد لله. هاكاك بورش هادي اللي بقات فيا، هادي اللي بقات فيا. ايوا طبعا تلقى عندو اللاخر خلف الله يقولك خلف الله. شكون دابا اللي غادي يعوضو؟ شكون غادي يعوضو؟ النشرة الجوية يدك في لاماغ، يدك في لاماغ. سلامات سلامات يا رب اصدقاء. هادشي اللي كان في الفيديو هذا تا هما يقولو نتلاقاو في شي فيديو جديد. هادشي هذا والله تيخلع وخا هكاك انا باغي نفوج عليكم حيت عارفكم مخلوعين باغي نفوج عليكم شي شوية. المهم هادشي اللي كاين في هاد الاخبار اليوم اللي كان شي خبر كيف قلت لكم انستغرام وانا معاهم في الاخبار. اصدقاء كان معكم نشرة جاك زاك ستاخد تهلاو لي فراسك.